باشرت إدارة الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العمل بالأمر السامي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمساواة المتقاعدين من منتسبي شرطة الشارقة ممن عملوا على الملاكين الاتحادي والمحلي في المعاش التقاعدي والمستحقات بما هو معمول به في حكومة الشارقة. أمن وأمان، هكذا هي الشارقة دائما، وهكذا كان شعور كل من تطأ قدمه أرضها. فالقطاع الشرطي دوره البارز في استشراف مستقبل الحالة الأمنية في الإمارة، ومسيرة عطاء قدمها أبناء القطاع الشرطي، واليوم يجني أبناؤها مكرمة جديدة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، متمثلة بمساواة المتقاعدين من منتسبي شرطة الشارقة ممن عملوا على الملاكين الاتحادي والمحلي في المعاش التقاعدي والمستحقات بما هو معمول به في حكومة الشارقة. حقيقة يمكن القيادة أول ما جت المكرمة السامية من سيدي صاحب السمو بدينا في عملية ترتيب الإجراءات وتسهيل الإجراءات، ويمكن فتحنا عدة أماكن اللي هي في المنطقة الشرقية، المراكز الموجودة بالإضافة إلى المنطقة الوسطى بالإضافة إلى القيادة العامة شرطة الشارقة، فالأماكن كلها مفتوحة للمراجعين من سلك الشرطة القدامى لمراجعة هذه الأماكن وتقديم الأوراق الثبوتية. تعجز كلمات الثناء والشكر والتقدير سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في التعبير عن مكارم سيدي صاحب السمو للمواطنين، الأمر الذي انعكس على المراجعين بالسعادة والفرح لما يقدمه سيدي صاحب السمو من مكارم. أعرب المتقاعدون عن بهجتهم بهذه المكرمة التي أزالت الأعباء الحياتية ومتطلباتها الكثيرة. الله يقصر أبو محمد، جزاه الله خير. يعني إحنا المتقاعدين كنا نداوم في الداخلية، كنا نداومين في شرطة الشارقة من سنة 80، الحمد لله جزاه الله خير، كان راتبنا يعني 10 ويعني ناقص زايد يعني، والحمد لله هالمكرمة الحمد لله سعدتنا وأثرجت صدورنا الحمد لله. ما حيقدر يشكر إلا الله، هو الشكر له، لأن إحنا أصحاب عوائل وعلينا ديون وندفع من الراتب التقاعدي هذا للديون، شهريا يخصم عني 6000 درهم، يصفالي 9250، وأنا عندي أسرتين والحمد لله رب العالمين، الله يكرمه دنيا وآخرة. الله يطول عمره، وما قصرت الحاكم الشارقة، الله يطول عمره ما قصر بالزيادة هذا. ورحنا كم اشتغلنا في شرطة الشارقة سنة 73 يعني في شرطة الشارقة، وكملنا 31 سنة يعني. مكرمة ليست بغريبة أو مستبعدة، فالحنو الأبوي السامي من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يشمل الكل، فسموه أمام إسعاد أبنائه لا يتوانى لحظة، وفي سبيل توفير مقومات المعيشة الطيبة المريحة لهم لا يألو جهدا. تؤكد مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة للمتقاعدين حرصه ومتابعته لأبناء الإمارة، معتبرين أن التعديل الذي طرأ على المعاش يشكل لهم إضافة كبيرة تعينهم على الأعباء الحياتية. لأخبار الدار، مجد سويدي، الشارقة.